السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ارسم شكل ماس. فهاجي اقول له من قلب ماسنج اند سايت، اقول له امبليس ماس. اوكي، خلينا نرسم مثلا الاليبس بتاعي بالشكل دوت وارسم على ليفل 1. هرسم كده اهوت، تمام. طيب الاليبس الاخير اللي هو هيبقى على ليفل 7 هو يوصل بينهم بقى. هقول له مثلا نخليه بالحجم دوت ويخليه بالشكل دوت، واقول له خش في 3D هيطلع معايا بالشكل دوت. مجرد ان اعمل سيلكت عليهم هما الاثنين واقول له كريت فورم هيبدا يوصل لي بينهم بالشكل دوت، تمام. وتقدر تعمل اي شكل ثاني معاهم وتدمجهم مع بعض. هقول له فينش ماس، اعلم على دوت واقول له ماس فلورز. يعني ماس فلور يعني اول ما عدى على اي ليفل يروح حدث فلور فيه اهو بالشكل دوت، تمام. وبعد كده من الاركتكشر ممكن اقول له انا عايز اعمل كيرتن سيستم، وراح مختار الواجهه ديت واقول له كريت سيستم، يبدا يعملها بالشكل دوت. والناحيه دي برده كريت سيستم، فيبدا يعمل لي الحاجه بالشكل دوت. لما نيجي شدد هتلاقي المبنى بتاعك بالحلاوه والجمال دوت.